يصبروا عليا فهاد الشتا وكانوا تنقنقد تندير لي ويت سليسه هما يجاو البارح هدوني قالوا لك عطينا وسميتو قلت لهم انت راه ما شكون اللي جا عندك شكون اللي جا عندك جا عندي المقدم ديال الشريفيه اييه اشنو قال لك قال لك عطيني التدوير انا ما عندي ما نعطيه وكانوا كيقطع عليا هاد الشيء وكانوا وانا نقول لي راه انت انا ما عندي ما نعطيه وكانوا قال لي هاد الغدا والله لا بقيتي فيها وجا درك قريبه عليا باش غنقاد باش شكون اللي جريب ليك ريب لي القايد قبل كنطلبوا هاد القايد حتى هنايا وكنطلبوا بابا ماشي تسنت ليا هو يقول لي خرجي ويدفعني انا وولادي وريب لي على معني شوف معني كلهم ضاعوا كلهم حوايجي والكتبه ديال ولادي ودروك ما عندي حتى في الناس سلم الله سلم 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 الجور بالماء بدل ما قالها تعطي ديال الضو ديال الضو ديال الماء ديال الضو بكلشي قوانين ما كاينش شي حاجه اللي يخدم على شي حاجه اللي دايره بالماء بالضو الدار الا كتب الماء بالضو تري واش هادشي لا لا سير ماشي ماشي عداله ما عدالاش هادي وكنقدروا نخالفوا القانون هذا وتدفعني ليه انا يوم ولادي حيت حكر عليا وتدفعني ليه الدار كاينه بالضو ديالها بالماء ديالها ما عندهمش الحق يريبوها ما عندهمش الحق حتى يدخلوا ليها خرجوا الدري لبرا وريبوا علينا الدار خرجوا لي انا ولادي برا ما عندهمش الحق هادو راه خالفوا القانون ومني قلت لك قال لي ضرب العيالات والسبان وضربوا قبيله فاش كنا جالسين كنا جالسين عادي حنا بحال عباد الله فاش دخلوا علينا دخلوا من هذيك البصل اللي ريبوا البارح شكون اللي دخل عليكم دخلنا القايد ما عرفتش شنو سميت المهم القايد ديال هنا ومرده دخلوا قال لك تبارك الله تبارك الله سدوا علينا الباب جوج ديال المرود سدوا الباب القايد دخل للدار الاخرى وقف في الباب فاش قلت له مشاو تيريبوا تنسمعوا حنا الزيح وتنسمعوا فاش قلت لها سيدي خلي السيد راه دخلتي حوايجها كتريب لها على حوايجها قال انا راه قال لي انا راه قاري انا راه احسن منكم انا راه قاري وعارف اش تندير وهادشي تندير قال لك راه وكيل الملك اللي مصيفطني فاش قلنا ليه راه ولد مريض راه تدخلعوا فيه قال لك فتلو فيه قال لك هذاك الودي انت باش عرفتو انا راه غير جايبينو راه غير جايبينو هذاك الدري كتمتلو واش هاد الدري هذا غادي الدري هذا كنمتلو به حنايا هنا كنلعبو واش كاين شي قانون هاد الدري هذا اللي كنلعبو به هاد الدري هذا راه هي كانت تمشي بينا هي ما تكن القطره حنا كنبغينا غير نغطيو شويه على القطره هذا انا درت شويه حنا الجيران سالتي هاد الولد هذا ما يضيعش هاد الولد في حقه انا درت واحد لا راه في يوم جيما هما ساكنين هنايا درت واحد شويه هاد الحريره فوق السطح جا عندي الشيخ ديال التسلطان قال لي دور معايا انا ما عنديش باش ندور معاه انا هي كانت تمعش قال لي الا ما بغيتيش تدور معايا راه غادي نريب لك هادشي غادي يجي القايد غادي يريبو قدو لينا ولادنا دروك قدو لينا ولادنا عقدوا لينا ولادنا صافي وليدي شو عليهم حرام عليهم حرام عليهم حرام عليهم حرام عليهم صافي سكت حرام عليهم هادشي اللي داروا والله دا حرام عليهم صافي سكت يلا سكت صافي دابا نلقى لك الكتبه ديالك كيسكت سكت سكت صافي انا صافي شو عليهم هادشي اللي داروا شو عليهم هادشي اللي داروا صافي جوج عليهم هادشي اللي داروا كتبوا هادشي ما كيديروش فوق انا مسلمين صافي سكت يلا سكت هادو راه خالفوا القانون هادو راه خالفوا سير بغيت نعرف انا دابا هاد الناس يريبوا لينا وخرجونا الزنقه وحنا بايتين هاد الليل البارح بحال بايتين في الفريكو راجلي دار غير القصب والميكا وطرقنا وبايتين فايقين حتى الصباح وبغيت نعرف انا اليوم اللي جا القايد ودار هاد الحيحه وطلبناه ورغبناه وما بغاش قال لي انا تندير شغلي وانتم ما كتعرفوش انتم هادي بغيت نعرف انا اليوم فين بغينا نمشيو نباتوا بايتين في العراء بعدا دابا هو راه دار خدمته ومشى في حالته انا دفعني راه بنتي قلت لها هادشي اللي تدير ماشي معقول قال لي وانت دابا نتفاهم معاه هاكا خرج في عيني وقال لي وانت دابا نتفاهم معاه عاش الملك